السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ وصلتنا قصه من البارحه لليوم انا ما نايم بسببها. قصه خبلتني، الله يشهد، ما خلت عقل براسي. قبل لا احكيها لكم، اذا داخل على هاي القناه جديد خلينا اشتراك وفعل جرس الاشعارات او لايك ومشاركه للفيديو بطريقك. المهم، ابنية البارحه حكت لي قصتها. طبعا تقول من كنا صغار اعمارنا 15 16 سنه، تقول عندي صديقتي، هاي صديقتي تعرفت لها على شخص متزوج، هذا الشخص وعدها بزواج. تعرفون ابنية بعمر المراهقة وعقلها صغير، نضحك عليها بكم حكاية، ازوجك واخذك وما اعرف شنو قناعها. حبتها تعلقت به الابنية، اليوم اذا حبت لها شخص تعلقت به راح تقفل عليه، وش يطلب منها تنفذ له على مود الحب وعلى مود بان هي تقت راح يتزوجها، تشوفها زوجها المستقبلي، ايش يطلب منها تنفذ له باسم الحب. وهذا السبب اللي خلى اغلب البنات ينضحك عليها. على كل، نبقى موضوعنا. فهذا الشخص المزوج ضحك عليها وقالها انا احبك واريد اتزوجك. البنيه قنعت، طلب من عندها ينام وياها. يعني البنيه بهذا العمر شلون دنت نفسها عليها؟ على كل، طلعت ويا ونام وياها وكسرها، سلب شرفها. البنيه حبلت من هذا الشخص 9 اشهر. تقول ورا هاي 9 اشهر اجتني لبيتي، هاي البنيه تقول على صديقتها اجتها لبيتها. تقول اجتنا تطلق، صعدنا لفوق السطح انا وياها، تقول قدامي ذبت الطفل جابته. تقول من طاح قدامنا الطفل شفته عدل يتنفس. تقول انا بذاك الموقف يعني ما اعرف شو اسوي. ايش سوت؟ تقول صديقتي خلت عليه خنقته وكتلته. تقول مات قدام عيوني، انا ما سويت شيء. بعدين تقول احتارينا وين نودي. تقول ما دفناه بذيك الساعه، اخذنا لبيت خرابه ذبيناه به. تقول هو ميت طبعا. تقول حاليا احنا ما نعرف اكلت شلي صار بي، ما نعرف اكلها بزون. المهم، فتقول احنا ذبيناه ورجعنا. تقول انا حاليا متزوجه، طبعا هن كبرا، هذا الحكي من كان عمرها 15 16 سنه. البنيه هسه عمرها تقريبا بال 25 كبرت. تقول انا من ذيك الايام سوينا بها هذا الشيء لحد هاي اللحظه، انا ليلي ما نامه افكر او ضميري يأنبني بان شاركت انا بقتل نفس. تقول انا صح مو يم الموضوع، بس هي اجتني للبيت ورحنا انا وياها ذبينا الطفل. تقول انا اصلا ما لمسته، بس هي يعني انا فقط مشيت وياها. تقول هاي مشيت وياها ضميرة عنبني وحسيت بانه اني اللي مشاركتها بجريمة قتل هذا الطفل. فاريد اعرف من متابعينك، انا يعني سويت ذنب كبير لو انا مو يم السالفة؟ تقول يعني هي قامت الابنة ما مرتاحة لا ليل ولا نهار، يعني وكأنما هي اللي مسوي هذا الشيء بسبب صديقتها. فتريد تعرف إنها ذنب بهذا الموضوع لو لا، أو أكو حل أو شيء على مود تتخلص من هذا التفكير اللي صار له سنوات براسها. فاللي عنده حل أو نصيحة يقدمها للبنية، وشكراً.